إكسبرس إف إم القيمة بامتياز. زون ميكس. رجعنا من جديد في زون ميكس نحكي على مقابلة سوبر كوب اليوم بين ترجي واتحاد المنستيري ماتش يبدأ 5:30 إن شاء الله. كنا نحكيو شوية على ترجي نحكيو على اتحاد المنستيري. نحب نجيك نعيمة كيما حكينا على ميركاتو ترجي كيفاش تشوف ميركاتو الاتحاد؟ الناس كلها حكيت عليه أسامي كبيرة جاو للفريق خاصة دراجي جلاسي حمزة جلاسي نحكي على ماهر بالصغير خالد يحيى معناتها برشا يستناو في الاتحاد المنستيري السنة. ركروتمونات في حجم الاتحاد الرياضي المنستيري يعني يظهر لي دراجي جور كونفيرمي خبرة ما فماش فريق يجي أسامة دراجي ويقول عليه لا أنا ما نتصورش بالعمر بكل شيء باللي كاليتي نتاع أسامة دراجي. أسامة دراجي أنا من 20 سنة التالي نعتبره من أحسن ليديس اللي تعديوا في تونس. حمزة جلاسي لعب في CSS وعدى دو سيزون مزيانين برشا وكان معناها في الوسط أن تري 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 بون بيفو. بالنسبة لماهر بالصغير اللي جور هذا إن شاء الله يكون فيرمي. الناس الكل نعرفوا لي كاليتي نتاع ماهر بالصغير. الناس الكل تقول لي الجور هذا وقتاش يترشق الجور هذا وقتاش يعطي ماهر بالصغير اللي نعرفه خاطر ان تري بون جور بون. الحاجات الاخرى ما نحبوش نحكيو عليها ما نحكيو عليها ديجا ديجا صارت حادثه نعيمه تقريبا منذ يومين ولا ثلاث ايام في لونترينمون معناها ترد ومراد العقبه في لونترينمون معناها لهنا يطرح اكثر من سؤال. الناس الكل تحكي الملاعبي هذا ملاعبي برشا معناها لكن حتى معين الشعبين قبل في تصريحاته قال نحيته خاطر هو يعرف علاش نحيته ما عنده من يوصل بالعقليه هذه هذا هو راه ما تنجمش معناها اذا كان انت في الـ في الـ في 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 التربية وفي الأخلاق شو الكرة والكرة بصفة عامة أخلاق وتربية قبل كل شيء. إذا كان أنت ما تبليكيش اللي يقولك عليه المدرب ما تنجمش تكون معنى شو لك باش تكون ميسي لك باش تكون كريستيانو. هما كريستيانو رونالدو ميسي يتبقوا تعليمات المدربين نتاعهم. ظهر لي المشكلة في الملاعب هذا معناها المدربين الكل غالطين فيها. ما تصورش كان المدربين اي مدرب تعدى عليه يقول لك عنده مشكله نتاع ديسبلين وماش تعدى على ترجي ما لعبش معاهم سورتو ديسبلين تكتيك راه هذا الاشكال هو في ماهر بالصغير. هذا هو يعني المدرب يقول لازمك تابليكي لا هو يعمل اللي في راسه حتى اصحابه يعني يقول لك يعمل حاجات ساعات يسخر روحه ميسي ولا كريستيانو نو سي با سارا صحيح انت تري بون جوار اما ما كيما قلت لك ماكش ليك ميسي ليك رونالدو ليك رونالدينو ماكش حتى شيء هذوما الكل ومازلت ما وصلتش راه 24 25 مازلت برشا راه لازمك تتعلم. هاو نشوفوا فيهم نحن جوارات نتاعنا هاو قاعدين يخرجوا صغار. ناخذوا مثال مثلا بسام صرافي. بسام صرافي خرج 19 هكا ولا لا 19 خرج اي شنو عملت لحد الان يا اخي انت كي باش تعمل فانت في الاوروب ولا باش تعمل ما سامحوني في الكلمه ولا باش تعظم جوار ولا كذا هي ذيك معناها انا اللي يغيظك انه هذه مثلا يهبطوها في الانستغرام تاعهم ويهبطوها ليه ها راه ماهوش اكسبلوا هذا راه ها اكسبلوا انك تجيب تيتر من برا اكسبلوا انك راه كي تتعدى من ايتاب ليتاب. ها نشوفوا محمد صلاح محمد صلاح راه ماهوش لو جرون جوار اما ان جرون بوسور تكنيك معناها تكنيكمون في ساقيه ماهوش لو جرون جوار محمد صلاح راه محمد صلاح كي 100 بونتو في ليفربول معناها سي با دوني ا تو الموند راه قريب ياخذ الرقم ديال الكبار انا راه الاكسبلوا وقت اللي تعدي 3 و 4 سنين سو لو ميم ريت 3 4 سنين وانت في التوب حتى بونتو اسيست لي هذاك لو بليز امبورطون. ولا خويا كمال جبت على محمد صلاح جاء 2013 الاف سي بال وجاء غاديك كل مباراه يفلت بريسك 7 بونتو كان جاء في كيب اخرى راهو طردوه صبروا عليه هزوا الشامبيونان تاع سويسرا ومن بعد جات مباراه باش يلعب ضد فريق صهيوني قال لهم انا ما نمشيش قال لهم ما تمشيش انت راك الكونتران تاعك يوفى وترجع لمصر. مشى مع الوزاره نتاعه وقالوا له شكون اللي قال لك ما تمشيش امشي وسجل. مشى وسجل هدفين وربحت اف سي بال 2-0. راهو اليوم العقليه راهو اليوم المحيطين بالملاعبيه هما الكارثه الكبيره. علاش خاطر يعطي فيه في المصروف يخلص عليه في الكراء وهو يقول له صاحبي يكذب عليك ماهوش صاحبي. حاجه اخرى الجوارات اللي تمشي تلعب لبرا هما توا يمشي يسخيب روحه هو ستار كيما في تونس باش بور سو فير اون بلاس سور بلاس غاديك على عين المكان يلزمك باللي كاليتي نتاعك. الوليد بالصغير هذايا سي فريمون دوماج انا يفكرني في ايام السفيرس اللي اول مره باش نحكيها وصل تيغانا لقيته في فندق قلت له ايجا ولدي ايجا باش نحكي لك حكايه قدمني ليه تيغانا قال له هذا منجي ودرا شنو اش عندنا. قلت له ايجا نقول لك حاجه قلت له انت ملاعب ماكش نورمال لكن قاعد تضيع في كاريرك خاطر النهار كله انت تحكي مع الاربيتر والاربيتر والاربيتر جي لامبريسيون اللي انت قاعد تغطي في النقائص نتاعك. ركز كرويا تشوف سو كو تي فا دوفونير وشفنا اليوم سو كو لي دوفونو في ليتوال وشفت بركلا اليوم اسمع الكلام
اليوم كي نشوف لاجون تاعو جو كرو سي انيس بن ميم متر انيس بن ميم زاد جو بونس سي دون لا ميم ديريكسيون او نيفو راك كوارجي توني ريان بارابور على طبيب ولا حتى شيء راهو التيران انت مزهار وربي عطيك ماهر بالصغير اللي طون تران دو باسي ا كوتي دون كارير اكسبسيونيل وراهو ان شاء الله لي. ان شاء الله الا كمشي كملها كي فا باسي لا ان شاء الله لان اليوم يلزم الناس تعرف كورجيت برك الله خويا كمال كان ملاعبي ما شاء الله عليه اذا كان مخك ماهوش سنكرونيزي مع ساقيك ما عندك وين تمشي لو جور مارادونا الله يرحمه بدا يخرج على نطاق الرياضه مارادونا كمل كاريرو تري فيت ولا كان ينجم مارادونا افيك لا دوموند اللي لو ترافاي ديفونسيف معناها مش مطلوب منه ينجم يلعب جوسكا لاج دو 40 طون اليوم الكره راهي ماهيش سولمون ساقين هي ماهوش فيليتيت راهو معناها ماهوش مش جور ما لازم تخدم على روحك في تونس راهو الفورماسيون ماهيش كيف كيف راهو كيما مش كيما في الاوروب معناها تحكي على مارادونا ولا تحكي على ميسي مثلا رونالدو رونالدو خلى نقائص اللي عنده بالخدمه ما رونالدو ماهوش فلته من الفيليتيت لكن رونالدو جاب روحه بالخدمه معناها انسان كي يعمل لك ما نعرفش انا قداش من ساعة في النهار تشوف الماكينات اللي عنده هذه كلها خدمة راه هو القاروح اللي هو ناقص في حاجات عنده حاجات لكن عنده ناقص يلزمهم يلزم يوصل لهم هكا يا جوار في تونس ما عندناش فلتات راه تجيك في العشرين سنة فلتة يوسف المساكني فلتة في العشرين سنة فلتة صحيح زاد يوسف المساكني ما وصلش للي نحن نحبه هو وصل في مخه للي هو يحب عليه كل واحد كيفاش يخمم لكن يوسف كان ينجم يوصل أكثر من صلاح كلمة كلمة مهمة برشا بتاتر ما ركزناش برشا معهم قال كلمة مهمة برشا اللي هو جوار أنا توا كيما يحكي نحكيو على ماهر بالصغير نجم نلوم الملاعبي من لوم أكثر الانتوراج نتاعو الانتوراج خويا تعرف خويا إسلام والله مهم برشا أنا صارت لي وأنا ديما نحكي مع جوارات باش نقول لهم شنو شي لازمك تعمل أنا سجلت هدفين في مباراة في ديربي في سويسرا مسخايب روحي لروا دو موند كملت العشرة متاع الليل الماتش الدوش وكل ماذي ساعة ماذي ساعة تعليل منجب إبراهيم إذاعة وبريسكريت وتلفزة بس خايب روحي لروا دي موند من غدوة نلقى اسمي كي وعندي الارتيكل وهنا لابير التونيزيان منجب إبراهيم حطيت الكهرباء فوق المادة أقسم بالله العظيم هما غاديك لا دينونسياسيون سو لا كونستيتيوسيون سويس ناسك اللي كي يطلبوا البوليسيين يقولوا مسيو اون فواتور سور لو تروتوار تلقى يجيو البوليسيين يحكيوا لي على الكورة بوندون 30 اه سي فوت فواتور قولوا مي 30 دقيقة على الكورة هذوم الناس يحطوك في الطريق الصحيح ومن بعد يقول لك الخطية تخلصت أول أنا بعثت لك للدار مشيت للانترينمون وعندي ليزارتيكل الانترينور يقول لهم منجب إبراهيم سي نوتر جراند فولي هكا بالحرف الواحد وديما نقول لهم أنا منجب إبراهيم في تونس هكا ما جاي لا شانس سي تو مي جي سو لقيت الرجل المناسب في المكان المناسب التيورين تاع الماتش كيما عندنا في تونس على منجب ابراهيم بيسكو جيتي لو روا دو موند في مخي اقسم بالعظيم اسمي لا جبدو هبطنا لونترينمون مانيش كي العاده خاطر ربي ما يحكيش عليا ومنا ومنا شنو هي الحكايه هذه سي لادابتاسيون في الاخر فيق قال لي اذا كان ماكش فرحان تشد الكابين تمشي الكابين طردني اكسكوزي مو كوتش اكسكوزي مو كوتش فوز افي ريزون وترينيت روحت للدار نسب في روحي وش قولك انا كان جواب نيجاتيف شنية كارييري خاطر رد بالك راو التربية والاخلاق والتواضع هذاك اللي يوصلك كي تنسى انت اصلك سكو تو ان جوار فيني واليوم راو الجمهور هذاك اللي يجي يتفرج فيك ممكن ما عندوش حتى باش يشري كسكروت سامحني ممكن ما عندوش حق باش يشري كسكروت ثم اللي يمشي والمباريات في مصر وكل شيء يبيع البورتابل نتاعو لازمك انت تدخل له الفرحه والبهجه صحيح. للدار والكلام هذا ما شاء الله ان شاء الله يفيد الملاعبية هذوما انا مانيش في مصلحتي انا ولا مصلحه اي شخص في مصلحته هو وابري في مصلحه صحيح. الفريق بخلاف ماهر الصغير قادر ترجي كيف كيف حمدي النجاز وكيف كيف رؤوف بن غيث لاعبيه اساسيين الموسم الماضي في الفريق كمال عندهم تاثير نجم يكون ولا تم تعويضهم خاصه قلت لي ماكش راضي برشا على الانتدابات اللي صارت عندهم تأثير أنا ما نصورش عندهم تأثير على خاطر حمدي النجاز ما قدمش الأداء اللي كنا نستناو فيه منه يعني في الترجي دونك بالغيث بوتاتر عندهم الإمكانيات اللي كان ينجم يعاون الفريق لكن هو اختار طريق آخر باش حاب يخرج من الترجي بأي طريقة بون تو الاسبيرونس قاعدة أنا نصور اللي تحاول تلوج على الشكل اللي زي ما تكون به قدام الجماهير على خاطر كما قلت قبيليك بوتاتر أنا راه شوف كلامي شي قال مش شي يعجب برشا ناس ومش يقلق برشا ناس خاطر انا بالنسبه لي انا اللي راه نقوله
ما عنديش الحسابات وما عندي حتى شيء، ما ندخلش في الحسابات. هذه جمعية تربيت فيها كبرت فيها، دونك من حقي باش نقولوا حتى حد ما ينجم يمنعني. انا نشوف اللي سنة الاسبيرانس باش تكون موسم صعيب، موسم صعيب. علاش؟ كما قلت لك بليك على الانتدابات، كما قلت لك بليك باش تكون فما ضغط كبير على الجهاز الفني نتاع الترجي، وفما ضغط كبير على الاداره نتاع الاسبيرانس، فما ضغط كبير برشا على راضي جعايدي المدرب نتاع الترجي. مطالب الانتصارات، مطالب الاداء، مطالب النتيجه، مطالب الالقاب. في ظل الوضعيه اللي موجوده فيها تو الاسبيرانس، في ظل المجموعه اللي موجوده فيها الموجوده الرصيد البشري الموجود في الترجي، بوتيتر في الشامبيونا كما قلت تاع تونس نجموا نخلطوا، نجموا نوصلوا الاولانيين الثانيين، نجموا نهزوا البطوله الكاس هذاك تجم الترجي قادر. لكن ديما نغزروا البعيد، نغزروا الفرق الافريقيه، حكينا على الاهلي، فما الزمالك، فما الفرق المغربيه، فما يعني الفرق الجزائريه قاعده تتطور. نحن سنة اخترنا طريق اخر، بوتيتر سي ان شوا اللي الفريق اختاره، بوتيتر استراتيجيه جديده نتاع الفريق. دونك كيما قلت معادله صعيبه برشا ما بين الصبر على النتيجه والصبر على الاداء والصبر على الالقاب، ما بين ارضاء الجماهير. شوفوا لازمنا نشوفوا طريقه اخرى كيفاش لازمنا. حكيت على ستاف تكنيك كمال راضي الجعايدي، قلت عنده مده من اللي خرج برشا حاجات تبدلت، لكن مع ستاف يعرفوا نتصور مليح البطوله التونسيه، كيما انيس البوسعايدي اللي جاي معاه، ولا امين اللطيفي اللي تعرفوا مليح انت تلعب معاك. انا حسب ما نعرف انا راضي ذي ذهالي بسا بروميير اكسبيريونس ان تونك برومي انترونور. درب في امريكا كان مدرب اول وكان مدرب في الليجون في ساوثهامبتون معناها. احكي فريق كبر. كبر هذا اول اكسبيريونس. لا ثانية. درب في امريكا. وانيس بوسعايدي درب في الملعب. درب في ليبيا. درب في ليبيا. امين تيفي بسا بروميير اكسبيريونس بتاتر في تونس. حمدي خدم في المنتخب. ان ستاف بتاتر انا نشوفهم يمكن خاطر يعرفوا بعضهم برشا، قراب لبعضهم برشا من اللي كانوا من لعبيه. بالطبيعه نتمنى لهم باش ينجحوا، نتمنى لهم باش يفيدوا المجموعه، يفيدوا الفريق. لكن هذا سي با لو بلوز امبورطون كيما قلت لك انا. لو بلوز امبورطون وقت اللي تكون تخدم في الاسبيرونس، وقت اللي تكون بريمي انترينور في الاسبيرونس، وقت اللي تبدا موجود في الاسبيرونس، هما لي ريزولتا. حتى شيء اخر ما يجم يبدلك، حتى شيء مهما تكون ملاعبي قديم، ملاعبي جديد، ملاعبي عندك خبره، ملاعبي عندك اكسبيريونس في البطوله، ولا ها ولا رانيت ولا ما رانيتش. لو بلوز امبورطون هو نحسك مش راضي برشا على مش راضي على شنو؟ على ستاف. لا ستاف لا تحس تنقصهم الخبره اللازمه معناتها باش يقودوا فريق بحجم الترجي. عليه وقت اللي واحد يتكلم يعني وقت اللي واحد يقول حاجه يقول الحقيقه يقول الحقيقه. مش كيما برشا ناس اللي يبداو يزينوا ويصوروا و تو الموندي بو تو الموندي جونتي والسماء الزرقاء والعصافير تزغزغ. شنو تقول لك تحبني نقول لك شنو تحبني نقول لك؟ نحب نقول لك شيء انا قلت لك بالنسبه لي انا بالنسبه لي تحب تقول بالنسبه لي بداش حتى شكون قريب لي يدرب في الترجي ولا بداش انا ندرب في الترجي ما نعملش ريزلتا نمشي نروح على روحي. ما عندي حتى شيء اخر، دونك الريزلتا هي اهم شيء. إن شاء الله ربي يوفقهم.